نداءات من اللاعبين والجماهير المثليين حول العالم لسفير قطر لتعديل قوانين العقوبات التي تتمثل بالإعدام للمثليين المسلمين والسجن 7 سنوات مع دفع غرامة مالية لغير المسلمين. منعت الدولة القطرية حجوزات الفنادق والممارسات غير اللائقة على أراضيها وسط موجة غضب عارمة تطال الفيفا والاتحاد الأوروبي لاختيار دولة عربية لكأس العالم، وطالبتهم بالتفكير بعمق في ضمائرهم عند اختيار الدولة المضيفة للمونديال. تعرض قرار تكليف قطر بمهمة استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 لانتقادات شديدة بسبب سجلها في حقوق العمل والقوانين التي تجرم النشاط المثلي. وصرح فريق ويلز إن لديه النية بالانسحاب من المونديال بعد تأهله للعب لأول مرة منذ عام 1958 إذا لم تتراجع قطر عن قوانينها الصارمة في معاقبة المثليين. في أكتوبر عام 2021 كانت قطر واحدة من دول الخليج التي اقترحت إجراء اختبارات أفراد مجتمع الميم من دخول البلاد، لكنها لم ينفذ بعد. لكن تصريح الوزير الأول مارك داكفور بأن على ويلز استغلال فرصتها لإثارة قضايا حقوق الإنسان مع السلطات القطرية تلقى رد فعل عنيف من قبل القطريين، حيث قال بعضهم إن بطولة كرة القدم يجب ألا تستخدم كذريعة لاستيراد القيم الغربية إلى مجتمعاتنا العربية. بدأ العد التنازلي للأيام الأخيرة لانطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي تقام في قطر في نهاية العام الحالي لتكون النسخة الأولى من المونديال في الشرق الأوسط، بالرغم من أنه تم بيع 1.2 مليون تذكرة وتلقي طلب أكثر من 23.5 طلب شراء للتذاكر، إلا أن لا أحد يعلم ما إذا كانت ستنتقل إلى دولة أخرى أم لا.